بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا تبديل بطاريات للراوتر علامة بلو ستورم هذا النوع. طبعا هذه البطاريات بعد فترة تنتهي، فنحاول نبدلها. شلون طريقة التبديل؟ طبعا هذا الجزء العلوي للراوتر وهذا الجزء السفلي. راح نجيب درنفيس بالحافات، شوف بالحافات اكو هذني الفواصل. نحاول ان نحرر هذه. هسه هذه تحررت، زين هاي تحررت، هاي الفواصل ايضا من جميع الجهات. بس درنفيس، بس فقط حافة الدرنفيس، زين هذه حافة الدرنفيس. هذه هي البطاريات القديمة للراوتر. هذه اكو فيشة، نرفع الفيشة والبطاريات تكون بهالاتجاه، زين. نجيب هذه النوعية من البطاريات، شفتها بالسوق، هذه أيضا نفس الشيء، نفس الفيشة، شوف هذه نفس الفيشة، هذه نفس الفيشة. لو نحاول نوزن البطاريات، هذا ميزان إلكتروني دقيق. البطاريات القديمة الأربعة وزنها تقريبا 179 غرام وسبعة أشهر، حوالي 180 غرام. هذه البطاريات الجديدة أيضا حوالي 180 غرام. إذا هذه البطاريات أيضا قوية وثقيلة، لأن أكو أنواع تجارية بالسوق خفيفة حيل. شوف هذه تقريبا نفس وزن هذه، هاي نفس الوزن، هذا النوع أعتقد، زين راح نجربه، زين. أيضا من راح نخليها تكون الوايرات من هالاتجاه، تكون الوايرات باتجاه الأمامي، زين، وندخلها وبعدين اتجاه الفيشة، هذه اتجاه الفيشة، هذا السن للفيشة، هذا يكون اتجاه من هذه اللسانات، هذه تدخل، هذه الشقوق راح ندخلها بصورة عمودية، ندفع، وصلت للنهاية. نحاول ان نأثر على الكارت، نرجع الوايرات ونخلي، شوف اتجاه هذا الاتجاه الامامي، هذا الاتجاه الامامي، وهذا مكان ال يكون باتجاه العمودي، هذه تنزل هنا، تنزل هنا. راح نحاول نخلي جميع الاتجاهات صورة ونعشقها وراح يبعد، هذا قعد. بعد ما قعدناها أيضا راح ندوس الباور، حاليا اشتغل الباور، شوي اشتغل الباور، هذا نشحنا شحن تام وبعدين نستخدمه. هذا فيما يخص التبديل هذه البطارية، زين.